السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عايزين ندعي للمنتخب المصري ان ربنا يكرمه النهاردة ويفوز، لان احنا بقالنا مدة ما فرحناش. عايزين نفرح ونجري في الميادين ونزمر، وهيبقى ساعة هلوسة بس الناس تفرح وتخرج من المود اللي هو جواها، وكفاية حزن كتير حدنا. فيا رب يا رب ان شاء الله المنتخب المصري، وان شاء الله هيكسب، وحتى يعني ان شاء الله لو وصلنا للنهائي الراجل بطن عم بطن الحاج بطن الله يبارك له قال لك اللي هيخش يخش من غير تاشيره. الراجل طلع كريم جدا، يعني اللي معاه قرشين ما حوشهم ممكن يطلع يتفسح ويروح يشوف المنتخب ويشجع المنتخب. ان شاء الله هنوصل هناك ويشتري شويه بضاعه وهو جاي ويبقى عوض دي قصد دي بقى، برغم ان روسيا هجيب منها ايه؟ هجيب منها سلاح. يلا كل سنه طيب، وقولوا يا رب كده، ادعوا ان شاء الله ان احنا نكسب. عندي كسكسي بالمشروم، يبقى عندي مشروم وفلفل حار وفلفل الوان، وعندي بصل وسمنه وثوم وصدور دجاج ملح وفلفل بهارات كسكسي، طماطم كزبره خضراء مرق. انا جايب الكسكسي حلو اهو بلدي من حدانه من البيت، كنا عاملين شويه فقلت لها اديني شويه اروح اتمنظر بيه على الناس بدل ما اجيب بقى التاني دوت وبتاع مش عارف ايه واعمله زي الرز، لكن ده حلو جاهز زي الفل. يلا من كده يبقى نبدا نشتغل، نقول بسم الله الرحمن الرحيم. عندي البصلية بتاعتي بقطعها تقطيع كبيرة. النهاردة برضو أول مرة نعمل الكسكسي ده بشكل غريب. طيب. بسم الله عليا يا أختي. ده اللي ربنا يقدرك عليه، قاعده بقالك 3 ايام بتقرمي في باميه وبتعملي طيب كده حدانا السمنه اهي، جيب دي كده على جنب. دايما بخاف على السمنه بتاعتي ما تتحرقش لان الطاسه حاميه جدا كده اهو. السمنه بتاعتي لما تعمل الصدمه بره اهي ابدا اخش عن يا ست فاطمه. الو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا قوي جدا يا شربيني عشان لبيت طلب حفيدي وعملت له الملوخيه بالجمبري، وبشكرك جدا لاني قومني وخلاني عملتها له. الله اكبر. مالك هيثم بتقول له يا عمي مالك؟ قال لي شفتي عملها لي. طبعا وانا شاكره وهو فرحان جدا. ده انا هو لو مش لا في المدرسه كان شكرك. لا قومني وقال لي شفتي سمع كلمه هو عملها لي. طبعا طبعا ده نعمه، ده الاطفال دي نعمه يا مدام. وانا شاكره على ذوقك. ما تقوليش كده، لا ده حفيدي والله والحاجات اللي بتعملها. شكرا. اشكر سعادتك يا فندم. بشكرك يا فندم. ده حفيدي، انت ما تعرفش انا بحب الاطفال ازاي. ده حفيدي يا ست الكل. احنا سلام، اي حد يطلب حاجه احنا خدامينه، احنا خدامينه. لو ما احنا ما نعملش لاحفادنا اللي هم عايزينه هنعمل لمين؟ نصلي على النبي كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كده عندي هنا مشروم بقطع حاجتي كلها انديفيدوال اهو على حده. اجيب التوم بقى اهو، برضو بنعمل حاجات جديده. كده ادي التوم بتاعي
بنزل بقى بالفراخ بتاعتي تتشوح مع البصلايه، مش هقلب فيها كتير عشان ايه ما تجيبش ميه، خليها كده اهو كده. طيب شويه بهارات كده، شويه بهارات. يا ست نور. الو. يا نور. الو. ايوه نور. ايوه يا نور سامعك. ده حضرتك يا شيف عامل ايه؟ في نعمه يا بنتي. اؤمري يا قمر. شيف انا عايز اسال حضرتك على سؤال. اتفضلي يا فندم. اؤمري. عايز اسال على طريقه البيتزا. يا سلام على عيني يا قمر. امال العرايس المترصصه فوق عندي دي بتعمل ايه؟ ما هم جايين عشان خاطر حضرتك. وياك حد يعلق، وياكوا حد يعلق. جايين منظره بس. طيب كده هنا نبدأ نقلب. عايز البصلاية تتجانس مع فليه الفراخ اهو كده، وادي المشروم معاها. عايزه تشخلل كده. انت بتعمل ايه؟ شخلله. ودول هم سلام عشان اللي ملوش مزاج يطلع القرن فلفل يبعده بعيده ويكمل اكله. شويه ملح. شويه فلفل. يا رب نكسب النهارده. يا رب بحق جنابي حبيبك نكسب ونفرح شويه. احنا بقالنا كتير ما فرحناش. كده اهو. دي الصلصه بتاعتي اهي. نجيب صم ووتر اهو. كده نجيب بقى هنا الكسكسي بتاعي نسخنه على النار براحته وياخد راحته على الاخر اهو كده. استاذن حضراتكم كده. حطيت حته الزبده وحبه زيت زيتون كمان، ونحط كده الكسكسي بتاعي اهو. هستأذنكم اخد فاصل وارجع لكم تاني وانا غير المحطه وانا رايح في اي حته. ورجعنا حضراتكم تاني بعد الفاصل، وبنفلفل كده الكسكسي بتاعي، حطينا له زبده وحبه زيت زيتون او سمنه زي ما انتم عايزين، بس لازم يسخن كويس معايا. وفي نفس الوقت ده بيشتغل اهو
دايما بنعمل حاجات جديده. عايز لسه شويه كزبره خضراء. حاضر. كزبرة خضراء. يا نور. الو. الو. ايوه يا نور. الو. الو. ايوه يا نور. البيتزا فين بتاعت نور يا اولاد؟ طيب يا نور. الو. ومر يا نور. لو سمحت عايز اسال حضرتك على طريقه عمل الكشك. الكشك؟ على عيني يا فندم. اشكرك على اتصالك. زمان لما كنا بنعمل الكشكشي ده في البيت، يا لهوي، حدوته حدوته. عجينه ومصفه وقماش وبخار وحمام بخار، وادعك وافرك واعمل، وحدوته لذينه حدوته. وبس كان بيطلع ليه طعم حلو. وبعدين كان في زمان حاجه اسمها الجدوسيه او المخروطه، حاجه زي كده. حضرتها يا ابراهيم المخروطه؟ انت عارفها والله؟ ايوه حبيبي، لا صلاه النبي. لا لا لا، انت عديت اهو. حد يقدر يجي يمتك كده؟ ادي نركز بقى. ده الكسكسي بتاعي. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب كده البيسس بتاعي اهو. عم علي تجران تقريبا. ايوه السلام عليكم حبيبي وعشرة عمري. عم علي تجران، كيف صحتك اخبارك؟ اجازه النهارده انت عم علم. الله يخليك، مشتاقين صوتك، كنت مسافر اسبوعين ثلاثه مخفي عنك. انت عامل ايه يا حبيب قلبي يا عم علي؟ والله ما في شيء، سلامتك الحمد لله، مشتاقين لك. بس انت شو اخبارك؟ صحتك؟ والله يا عم علي لسه ماسك الحاجات الحلوه اللي انت بعتها لي من المانيا. ايه ايه وصلت الثانيه او الثانيه؟ وصلتني كل حاجه، وصلتني. بص حاجتك لسه موجوده. موظف الطماطه شفت ازاي؟ ما انا لسه بقى عايز في موسم الفراوله وموسم الطماطم اشتغل بيها حبيبي. أيوة. عم علي صباح الفل. صباح الهنا على عيونك. الله يخليك. العريس الصغير اللي متابعني عامل ايه؟ والله الحمد لله. هذا ده ما يسيبكش، ما يسيبك حبيبي. حبيبي وابن حبيبي. حبيبي عم علي. حبيبي عم علي، كيف صحتك؟ المدام الاولاد كلهم خير ان شاء الله؟ كله بيسلم عليك يا حبيبي، كلهم مشتاقين لك. لما الله يخليك. عايزك تنزل تقعد معانا اسبوع بس يا عم علي. شوف بتحايل عليك بقالي كام سنه. اجي لك والله، اجي لك والله. هزعل لو ما جيت والله. ان شاء الله ان شاء الله. صباح الفل. صباح للمدام والشباب والصاحبي الحبيبي اللي عندك. عم علي تجران ده عشرة عمري، ده اللي طلعت بيه من الدنيا. عمي علي تجران ده عشرة عمري، كان معايا في ألمانيا. يعني ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يزيده من نعيم الله. يا ست شيماء. ازيك يا ست شيماء؟ الو. ايوه سماء. سامعك يا شيماء. انا من الاقصر حضرتك. اهلا وسهلا بيك. اهلا بيك. انا من الاقصر يا شيخ، انا اول مره في حياتي اكلم حد على التلفزيون. يا مرحبا يا فندم. امور يا فندم.
بس انا حضرتك من شده احترامي لحضرتك كلمتك النهارده. يا فندم ده شرف ليا والله ان حضرتك تتواضع وتكلميني، اشكرك والله. والله حضرتك في يعني في مقام والدي، بس انا بحب حضرتك جدا وبحترم حضرتك جدا، عشان كده قلت لك. بنتي بنتي وحبيبتي، بنتي حبيبتي، ربنا يخليك يا ام. ليك اي سؤال عندي حبيبتي؟ ربنا يخليك يا رب ويديك على قد ضميرك. الله يسترها معاك دنيا واخره يا بنتي، ربنا يسترها معاك. اشكرك على اتصال حضرتك، اشكرك يا بنتي، بشكر حضرتك من الاقصر، بنتي كلمتني من الاقصر. طيب احنا جالنا اكتر من 50 سؤال عن نجرسكو، كل ما اقول للانسه دي اعمل لنا بنت نجرسكو تقول لي مش حافظاها، معيش مقادير، مش طيب. قلت لها طب زي بعض وخلينا نعملها. اه يا ليش، فقلت لها خلاص خلينا نعملها وامرها لله كده. ست شيماء، يا ست شيماء. الشيخ شربيني معايا؟ ايوه يا فندم، مع حضرتك يا بنتي. ازيك يا شيخ شربيني، انا بحبك جدا. صباح الهنا عليك يا بنتي، امريني يا ست شيماء. طيب حاولي تكلميها تاني يا فندم، بشكر سعادتك. كده هنعمل النجرسكو. هو النجرسكو لازم اسلق لها فراخ وبعدين اشيل الجلد من عليها واشيل العظم وانسرها، وبعدين اخدها سوتيه في حبه ثوم وبصلية ناعمه، حدوته كبيره جدا. بس احنا النهارده لازم ايه، نعمل الاحسن والاسرع. الاحسن، طب بس انا عارف انا جالي بيض هنا ليه، انا مش في بيض عندي، انا ما بشغلش بيض، جاي البيض ده ما اعرفش، معلش مش مشكلتنا ما لزمناش. طيب عندي مكرونه شرايح وصدور فراخ وبصل وتوم ودقيق ولبن اعشاب مشروم بسله زبده او سمنه ملح وفلفل وكريمه لباني، كل الكلام ده جميل. وطبعا نسيت تحط مكعب مرق، هنحط انا من عندي مكعب مرق وكأني سرقت. طيب نصلي على الحبيب بقى واحنا شغالين. يبقى كده نجرسكو، هنشوف نعملها ازاي مع حضراتكم دلوقتي، لان جالنا اتصالات كتير جدا عليها واحنا مطنشين. فقالوا له في الاخر ايه، انت بتعرفش تعمل النجرسكو وجاي بترسم علينا عامل فيها طباخ. بشكرك يا عم ابراهيم، انت وست الست الانسه رضوى. يا ست ناديه، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ست نادية، ازيك يا شيخنا يا عظيم؟ اهلا بيك يا ست الكل، ربنا يكرمك يا رب. انا بقالي مدة ما كلمتكش، لكن الحمد لله ان شاء الله كل المانع خير. الله الخير ان شاء الله، دايما يا رب دايما في الخير. خير خير، ودعواتك الجميلة لنا وبالشهادة ربنا يكرمك دايما تدعها لنا، ربنا يسترها معاك دنيا واخره يا رب. ربنا يبارك فيك ويديك الصحه يا رب. الله يخليك يا حاجه، اموريني سعد، خليك كده دايما متالق على الشاشه بيك والله من غيرك ولا حاجه. لا ازاي، الله يبقى بخاطر، انت مالي والله، انت مالي حياتنا والله. الله يسترها معاك دنيا واخره يا حاجه، ربنا يبارك فيك يا حبيبي. ربنا يزيدك. انا اختك الكبيره بقى. طبعا طبعا، وخيرك عليا وعلى دماغي. ربنا يكرمك، ربنا يكرمك. على دماغي بقى، ادعيلي ان شاء الله ربنا يكبر بخاطرك. واقول لك دعوه حلوه قوي. قول. الهي ما تنسي الشهاده. ايوه هي دي انا عايزاها منك دي، بس انا عايز اسمعها منك. ربنا يكرمك، الله يسترها معاك يا دنيا واخره. انت يا رب، يا رب يا رب، في امان الله. تسلمي لي يا حاجه، ربنا يكبر بخاطرك بحق جاه النبي يا رب. الهي ربنا يكبر بخاطرك زي ما بتكبري بخاطرنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنا حبه زيت زيتون، هم احط بس البصل كده اهو. واستاذنكم واستسمحكم اخد فاصل وارجع لكم تاني، ولا غير المحطه ولا اروح في اي حته.
ورجعنا لحضراتكم تاني بعد الفاصل. حطينا هنا فص الثوم مع البصلية الناعمة. خدامك يا فندم. اهو يا باشا كده نروح جايبين الفراخ بتاعتنا دي، المفروض ان احنا بنقول عليها مسلوقة وبنفصصها من العظم والقصص دي كلها، فاحنا بنعمل التغيير بتاعنا المفاجئ كده. جوليان بقطع كله منسيه كده اهو، او جوليان ست آية. ايوه يا سلام عليكم يا آية. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أموري يا آية. أنا بحب حضرتك قوي. صباح الفل على عيونك يا بنتي. عايزة طريقة البامية الويكة. البامية الويكة على عيني على عيني. على عيني يا ست العرايس. البامية الويكة يا جماعة. حلو قوي إن الصبايا الصغيرين دول، البنانيت الصغيرة دول، بيتكلموا في الحاجات القديمة الأولد فاشن اللي هو الحاجات اللي انقرضت دي من زمان. عايز البنت تطلع متربية على الغالي، ده الغالي ده اللي بنقول عليه ده، حاجات دي انقرضت من زمان بس لازم نحييها من جديد. البيكة الويكة والشلولة وسد الحنك وقش السرايا والشركسية وعدس الأباظي والحاجات القديمة اللي احنا انحرمنا منها أو بعدنا عنها فترة، ومش عارف ليه كده انا الناس بتخاف تاكل منها ولا مش عارف. طيب دايما لما بيجي بننزل السوق نجيب البامية بيطلع فيها قرون كبيرة. والقرون كبيرة اقوم اعمل ايه؟ اجيب القرون دي واعزلها على جنب واجيب عقد اعمله فيها كده، لان كانوا بيجيبوا ميبر او مسله على ايامنا بيقولوا عليها مسله او ابره كبيره كده يلضموها يعملوها حبل كده عقد ويحطوه في البلكونه. كان دايما تعدى على البلكونه المصريه كان لها شكل جميل. البلكونه المصريه تعدي تلاقي اسنيه القلل النحاس فيها القلل متغطيه بفوطه بيضه كده بشاش ابيض فيها شوية نعناع. جابوا بطيخة بالليل في العصاري كده قطعوها حطوا فيها سكينة وغطوها بالشاشة البيضة حطوها في البلكونة تبرد. ما كانش في تلاجات في البيوت زمان. وبعدين تبص تلاقي متعلق عنقود كده فلفل الحراق، عنقود كبير في بامية، بوجد كده في التوم، بوجد كده في بصل. ده البيت الشرقي الجميل. مش دلوقتي دش بتعدي تلاقي دش الطبقة بتاع الدش اللي في البلكونة، غير كده مفيش. نسوا كل الكلام ده وحطوا طبقة الدش. فكان فيه الحاجات دي حلوة. فبعد كده ما كانوا حوشوا البامية الكبيرة دي لما تكمل يروحوا جايبينها ومكسرينها بالهون، بتنشف بتتكسر بالهون. يكون عندك شوية شوربة حلوين حزمهم شديد، شوية شوربة بتخرطي في وسطيهم شوية بصل ناعمين، فصين توم مفرومين، قرن فلفل حراق، شوية كزبرة خضرة، طماطماية متقطعة. بعد كده بتفرميهم وتحطيهم في الشوربة وتكسري الباميه وتحطيها عليها، بيبقى ليها طعم جميل جدا، ليها طعم جميل جدا. نعم يا فندم. ملح وفلفل. والمخرج بيقول لي ما تكترش الملح عشان ايدك تقيله في الملح. حاضر كده. ادي الفرسه بتاعتي اللي انا عملتها بالجمال والحلاوه دي كده، انتهينا منها اهو. اعمل ايه بقى؟ اروح جاي هنا
جايب النجريسكو بتاعي اللي هي المكرونه الشرائح، ادي حله اهي فيها ميه وفيها زيت، ادي هنا حبه الزعتر دول ما نساهمش، وادي المكرونه بتاعتي اهي كده بفردها عشان ما تلزقش مني، ما ايه ما تلزقش مني. انا حاسس الميه قليله عليها، نزود لها شويه ميه مش هتفرق عندنا كده. وهنا نرفع دي تعيش حياتها براحتها. عملنا الاصول كده، هنا ده الاصول اهو، اروح طالع دي بره على جنب، ونشتغل بقى في ايه البشاميل. انا عايز اشتغل واحده واحده. يا رندا. الو، السلام عليكم. ازيك يا شيف، عامل ايه؟ الله يخليك يا فندم، انا اول مره اكلم برنامج في حياتي. ده شرف ليا يا بنتي والله، بجد بحبك جدا، بحب اتفرج عليك الصبح وبالليل. يا بنتي ربنا يكبر بخاطرك وربنا يصبرك عليا. الله يخليك، ده انا بحبك جدا وبحب هزارك مع المخرج، والمخرج يهزر معاك بصراحه، مبسوطه جدا بتفرج عليك. هقول لحضرتك حاجه. ايوه، في طباخين احسن منك كتير وبيفهموا عنك كتير. حضرتك في كل حاجه. فانا بعالج الموضوع ده بموضوع تاني. التواضع. لا لا يا بنتي والله، الله يسترها معاك يا حبيبتي، ربنا يكبر بخاطرك يا بنتي. يا رب يباركنا فيك ودايما معانا. وانت معانا يا بنتي، الله يسترها معاك دنيا واخره. سؤال حضرتك يا ست العرايس. لا ماليش اي سؤال، انا بس بصبح. انت منين بقى؟ من الدهليه بقى؟ المنصوره. منين بقى؟ في المنصوره، اهلي وحبايبي. هي من المنصوره نفسها. احلى ناس. السكه الجديده يعني، ولا من العباسه، ولا من ميدان الشيخ حسنين، ولا منين؟ حي الله اكبر عليك، الله اكبر عليك. صباح الفل عليك يا بنتي، نهارك صباح ابد. صباح الفل وربنا يبارك. من احسن بلاد العالم اللي شفتها في حياتي وبلادنا في مصر هنا المنصوره. قعدت فيها احلى ايام عمري. اشكرك يا بنتي، اشكرك. المنصوره دي بحبها جدا جدا جدا. بحبها جدا يعني. بصوا وبعدين اقول لكم على المنصوره. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر 100 مره. احلى بلد تجاريه في مصر، وراقيه جدا، اهلها ناس راقيين جدا محترمين جدا، يعني تعيش معاهم وانت مبسوط، تعيش معاهم وانت مبسوط. وصحبات واجب. طيب كده هنا اعمل بقى البشاميل واغطي دي كده اهو. عندي زبده قد دي زي ما اتفقنا مع بعض يا عم ابراهيم. انت ما كنتش معايا؟ امال يعني، امال بتقولي لا ليه؟ ادي حبه دقيق اهم، وخليك دقيق معايا في كلامك. ايوه، وادي مكعب المرق اللي اتفقنا عليه عشان ما تاخدش ملح. نحتاج نجيب لها شويه دقيق تاني، احنا ما حدناش مشكله. ادي بس المضرب. عايزين ناخد فاصل ونرجع لكم تاني، بس على شرط لا نغير المحطه ولا نروح في اي حته. ورجعنا بعد الفاصل وكده. ادي اللبن بتاعي اهو، واقلب بسرعه عشان ما تقطعش مني وتخرز مني او تكلكع مني اهو كده. حطينا زبده قد الدقيق، وبعدين نزلنا عليها باللبن. بعد كده المكرونه بتاعتي كده ثلاث ارباع سوا، اللي بيقولوا عليها الادند اهو. نروح عامل بعد كده ايه اهو، بسم الله الرحمن الرحيم اهو. بتاع مولعه من الشوايه، الشوايه دي شغاله يا اولاد، مسخنه لنا الدنيا ليه كده كده اهو. اقلب بقى عشان هتكلكع مني، ما تنساش على حاجه وانت شغال. أهو.
يبقى لا سلقنا فراخ ولا خدنا عظم ولا بس لازم بقى دي غير البشاميل ده غير البشاميل بتاع المكرونه فرن. ليه بقى؟ ده بتبقى طريه شويه بتبقى طريه شويه كده. بس كده خلاص نشيل بقى دي من هنا اهو نقلب الاول. دي ممكن تلدع مني في لحظه. يلا نقلبها بقى بالراحه واحده. يا عم محمود الو. ايوه الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا عم محمود. ازاي حضرتك؟ في نعمه يا فندم والله. حضرتك انا كنت عايز اعمل شوربه فواكه البحر. على عيني شوربه سي فود. شوربه سي فود. على عيني يا فندم. كنت عايز بس اعرف بتعمل ازاي لان انا جايبها مش عارف اعملها. لا هنعملها دلوقتي مع بعض. على عيني يا باشا. طيب نصلي على النبي الاول ونقول هنعمل ازاي فواكه البحر شوربه السي فود. عندي بصليه على النار فيها عود كرفس كرات جزر بصل ورق لورو حبهان. ما عندكش الكرفس ما عندكش الكرات مش مشكله البصل عندك تحطه مع فصين ثوم مفرومين. وبعد كده حضرتك بيغلوا قوي بنزل عليهم بالاسماك بتاعتي بالاسماك بتاعتي ان كان جمبري او صبيط او كابوريا او سمك. ياخدوا غلوه واصفيهم تاني. بسم الله الرحمن الرحيم. وياخدوا غلوه واصفيهم تاني. ست حبيبه انا معاك فاكرك يا ست حبيبه. الو ايوه يا حبيبه عايزه طريقه الكريب. الكريب على عيني يا ست العرايس. كده ادي الكريمه بتاعتي اللباني. بعد ما غلينا الشوربه غلينا فواكه البحر طلعناها بره بقت الشوربه بتغلي على النار فيها كل الطعم الحلو الجميل اللي انت تحبه. احنا مديناها بكو جرنيه وخلاها زي الفل. بعد كده اروح جايب معلقه زبده ومعلقه دقيق واعملهم زي ما انا عامل البشاميل كده واروح نازل عليهم بالشوربه بتاعتي. انزل عليهم بالشوربه اللي انا صفيتها على معلقه الزبده ومعلقه الدقيق ومكعب مرق. بعد كده حضرتك تروح نازل بالاسماك اللي انت كلها سلقتها حطيت عليها. بقت عندنا هنا كريمه عندنا الاسماك موجوده واروح جايب ربع كوبايه كريمه لبانه ضايف عليها على الوش شويه ورق كزبره خضراء وكل وعيش حياتك. اشرب واتبسط وهتلاقيك مبسوط اخر انبساط. كده هنا دي المكرونه بتاعتي اهي. شفت بقى الجمال يا باشا اهي. ادي الصوص بتاعي خفيف خالص اهو خفيف. صوصي خفيف ننزل بس دي كده الشيلفز بتاعي عشان ياخد جهتين. حميدو حميدو صباح كل حاجة حلوة يا شيخ. حميدو ابن حميدو فتشني فتش. صباح كل حاجة حلوة وانت منور الشاشة دايما ابن بلدنا الحلو. ربنا يخليك يا رب. انا احب اصبح عليك وعلى البرنامج الجميل بتاع حضرتك دون احلى صباح على عيونك
والاكل الجميل اللي انت بقى عملت تفتح نفسنا فيه لما احنا تخننا ان شاء الله البلاطين مش داخله بينا. يا عم بالصلاة على النبي كل براحتك ما تقولش بقى يا عم صل على فعلا بصلاه النبي عليه الصلاه والسلام على في احلى بالبركه. نعم انت راجل بركه وراجل بنحبك كلنا بنك بالخاطر كده. ويا رب كده منتخبنا النهارده فرحنا او النبي او عايز بكره كده اجي بتلفح بالعلم علم مصر عشان احنا محضرين كل حاجه لبعد الماتش ان شاء الله نعمل ازعرينا في الزقازيق وحياه النبي لننزل ونهيص بص هنخرب الدنيا بس يعني ساعتين ثلاثه. ده العبور بتاعنا الجميل بقى النهارده وهو ده الفرحه بتاعتنا ان شاء الله ان احنا نكسب النهارده. هو الحضر رايح ولا مش رايح؟ ان شاء الله لا كله هيلعب يا شيخ. ايوه كده مش هينفع الا بالحضر يا شيخ. الحضر دوت الهرم مصر ده طبعا طبعا. طب مش هينفع الا بالهرم طبعا. ايوه هرم مصر ده. وان شاء الله انت النهارده بوشك حلو عليا ونفرح كلنا ان شاء الله باذن الله. باذنك انت يا رب باذنك يا رب باذنك يا رب ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. وتحيا مصر وتحيا مصر وتحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر. صباح الفل على عينك يا جميل. بحب الوطنية. الشاب المصري الحلو كده اللي بحب بلده ده بقول له انت شاب ورد 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 ورد. مصر من الدنيا يا اخوانا. بلدنا اللي ربيتنا وكبرتنا وعلمتنا. بأي حال من الاحوال بلدنا حلوة. بلدنا ام الدنيا مصر. ام الدنيا. طيب. تعالوا بقى نشوف الطبق اللي بعده كده ربنا يسهل ونقدر نطلعه النهارده عشان المخرج بيقول لي خلص عشان انت ايه طولت في ابعادك وقربت في غيابك. شويه صدق عسل العسل. يا صلاه النبي يا صلاه النبي. حبه فلفل اوعى اوعى نتدلع. فلفل وراور نتدلع. نحط بس الاول ده على النار وبعدين نتدلع مع ايه مع فلفلنا الجميل ده. سلام كده بكره ان شاء الله كلنا باذن الله نيجي فرحانين وبنغني ومبسوطين. ولازم ان شاء الله ان شاء الله هخلي المخرج يجيب لنا اغنيه حلوه لمصر باذنك انت يا رب. هقول له بقى ماليش دعوه تطلع بقى بره النص تخش جوه النص اهو كله حلو لمصر. حبيبي يا سيدنا محمد. عايز افرمها فرمه حلوه كده بايدي. عندي صدق او سجق بالفلفل هو بالفلفل النهارده. عندي زيت زيتون بصل وتوم فلفل الوان بهارات ملح وفلفل سماء دبس رمان. طبعا كده اهو بره بيقولوا عليه مهانئ بس بيبقى صغير عن كده بيبقى صغير عن كده وبيبقى ايه حاشينه بالسنيبر وبتاع بيبقى مزز وحلو بس احنا هنعمل احسن من السنيبر واحسن من القصص اللي هي المشروخه دي. حبه التوم اهم
كده هستأذن حضراتكم اخد فاصل وارجع لكم تاني وانا غير المحطة وانا اروح في اي حته. ورجعنا بعد الفاصل مع حضراتكم وعندي بيبي فلفل اللي هو الفلفل الرومي الصغير اللي بتاكل الواحدة من عنقودها كده تبقى زي العسل تبقى زي العسل. احطها كده اهو. ده الفلفلية الجميلة بتاعتي دي اهو. كده اهو. اللهم صل على النبي. ادي بقيه الفلفل اهو. ادي توابل. ادي السماء سوري دبس رمان اللهم صل على النبي. بيبقى مزز وحلو وطعمه جميل. دايما بنعمل الجديد وان شاء الله يعجب حضراتكم ان شاء الله يعجب حضراتكم. كده ناقصنا بقى ايه؟ الملح والفلفل. ادي شويه ملح ادي شويه فلفل وادي شويه السماق. لازم يغلو ويستوي عشان الفلفلايه دي تدبل شويه. النهارده يوم جميل جدا معايا مخرج زي العسل والشباب زي الورد وطبخين نص كم. بس اهم حاجه ان شاء الله ربنا يكرمنا ونغلب بكره ونغلب النهارده ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. هننزل الميادين ونرقص ونتبسط ونجيب علم مصر. اللي ما يشتيش اللي ما يبصوا اللي ما يشتيش علم مصر كده وحطه على العربيه ولا ماشي وهو في الشارع بيه كده اهو ولا حطه ما بقاش مصري. كده ده الحاج محمد. اه الله امال ايه يا عم والله العظيم. اه مصر يا اخوانا مصر. ده الحاج محمد القطش امبارح كلمني بالليل من السعوديه وقال لي لازم تروح بعلم مصر معاك النهارده وترفعه. وقلت له حاضر يا عم الحاج بس انا في حته شعبيه ما فيهاش مش ملقيت. قعدت ادور على علم مصر ما لقيتوش فقلت بقى ربنا يسترها ان شاء الله. هندور تاني واحنا ماشيين. لازم 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 اجيبه بكره. وبعدين اتغلبنا يعني بص ان شاء الله هجيبه هجيبه ان شاء الله. ايه يعني ده مصر برضه كده. بس ان شاء الله ان شاء الله هنكسب باذن الله. كده النجريسكو شغال في الفرن هو يا باشا. ما تفكرش ان انا كده يعني كده كده اهو. لازم يحمر ويطلع لونه ذهبي وجميل. وهنا ده شغال اهو. اذكر الله اذكر الله وصلي على النبي. المخرج مخرج بيقول لي كلمه دلوقتي بيقول لي يعني الفلفل انت حاطه ده هتاكل ازاي؟ ما هتاكل زي الناس يا عم اهو. ده ارمي الفلفل شرب من التتبيله كلها اه. عادي تاني. يا عم انور يعني بجد حضرتك مش عارفين نقول ايه لاكلاتك الجميله دي بجد. الله يكبر بخاطرك يا بنتي.
والله يعني حضرتك من الناس بجد اللي بنحبها يعني. الله يكبر خاطرك يا بنتي. يعني ربنا كده بجد يسعد حضرتك، ومن اكلات لاكلات جميله، يا رب تسعدنا كده باكلاتك دايما. والله انا سعيد بكلماتكم الحلوه وبمكالماتكم الحلوه وباتصالكم بيا، ده السعاده اللي بتخش جوه قلبي. لا وبجد حضرتك كمان يعني الشيف علاء كمان من حضرتك، يعني ده دي حاجه جميله جدا. اخوك يا بنتي، اخوك يا حبيبتي. طبعا طبعا، ربنا يبارك فيك يا بنتي، اشكرك. ليك اي سؤال عندي حبيبتي؟ لا شكرا جدا، كفايه اكلات حضرتك يعني. الله يسترها معاك، اي اسئله. الله يسترها معاك يا حبيبتي، ويسترها معاك الدنيا واخره يا رب، اشكرك يا بنتي. مش عارف اقول حاجه بصراحه مع الناس الحلوه دي. ولادي فرحانين بيا وبيكلموني وبيتصلوا بيا بغرموا نفسهم عشان يشكروني. اشكروني على ايه؟ على الواجب اللي انا اعمله ده؟ انا لازم اعمل احسن من كده كمان، لازم اعمل احسن من كده. كده ابراهيم عز بايت في الاستاد من امبارح، واخد معاه خيمه وشده وجرابنديه ورايح يحارب. الكسكسي ده حلو يا ابراهيم. ست كريمه، الو ست كريمه، صباح الفل، صباح الخير على احلى يعني اب في الدنيا ست كراميلا. صباح الهنا، ربنا يا رب يبارك لنا فيك. وطبعا متفائله وكلامك الجميل، وباذن الله مصر هتبقى منصوره زي ما هي دايما منصوره، ودايما قراننا قايل لنا ان مصر خير جنود الارض وشعب وناس طيبه، وان شاء الله ربنا مش هيخذلنا ابدا باذنك انت. عايز اقول لك لو ما فيش علم بقى يا شيف شربيني، انت عارف انا بعمل ايه؟ عندي اشارب احمر واسود وابيض. البطوف وبعد كده ده الساحر. شفت بقى؟ فاكره الساحر اللي كان بيطلعها من بوقه كده؟ لا لا لا، بعملهم زي الدفيره كده وبسيبهم بقى كده يبقوا شكلهم حلو، احطهم بقى كده في ايدي على صدري كده. 100 100 100 100. شفت بقى؟ مش بعدين بيقول لك الجسم اتصرف. طبعا لازم نتصرف. وبعدين انا عايزه اقول لك على دعاء جميل قوي قوي، يا رب يكون من حدك ونصيبك انت وكل القائمين على القناه وكل محبيك. دعاء حلو قوي قوي، قلت لازم اقوله لك. طب ايه رايك في صدقه ده؟ طبعا جميل، تسلم ايديك وعينيك، ربنا يبارك فيك. سمعينا يا حبيبتي. اقول لك الدعاء بقى؟ يلا يا بنتي سمعينا. اسال الله العظيم رب العرش العظيم في هذه الساعه، ان كان في نفسي ونفسكم حاجه ان يقضيها، وان كان في صدري وصدركم ضيق ان يمحيه، وان كان في حياتي وحياتكم اناس يردون بنا الشر ان يرد الله كيدهم في نحورهم. واسال الله رب العرش العظيم ان ييسر لي ولكم جميع ما تتمنوا، وان يسخر لي ولكم ملائكه السماء وجنود الارض، ويفتح لي ولكم باب الرزق من حيث لا تحتسبوا، وان يطرح في حياتي وحياتكم بركه وسعاده لا تنتهي، وان يبشركم ويبشرني بما طال انتظاري وانتظاركم به عاجلا او اجلا. اللهم صل على سيدنا محمد. ويا رب يا رب يكون ده من حد يعني ونصيب رئيسنا وحضرتك وكل الامه الاسلاميه وكل الناس يا رب بالخير، ويجعلنا دايما منصورين. اللهم امين. اصيله يا كراميلا، والله العظيم اصيله كراميلا، اصيله اصيله يا بنتي. شوفوا بنات مصر الحلوين، شايفين الوطنيه الحلوه، الكلام الجميل ده، الكلام الحلو اللي بيخش القلب يشرخ القلب كده ويخش كده. عندي هنا عايزه يتشرب يستوي يبقى حلو وليه طعم جميل. لازم نعمل حاجتنا بمزاج بنفس، وانت شغال عايزك يعني كانك بتعزف على جيتار، تشتغل بمزاج. ليه؟ احس انا بعمل حاجه بحب لاولادي ولاحفادي لاصحابي لاهلي. فاللي بيخش المطبخ دي ست البيت لازم تخش وهي نفسيتها مرتاحه، ست جميله داخله تعمل حاجه حلوه لعيالها، لازم تخش تعمله بحب كده. حضراتكم ادي الجمال ده اهو، نجرب نجرب وناكل. قال لي طب احنا هنجيب الفلفل الصغير ده منين؟ لا يا اخويا هات الكبير وقطعه وانا اعمل لك ده وده، ما تتلككش. هات اي فلفل كبير وقطعه يا اخويا هيطلع حلو، ما ترتبطش بحاجه معينه. امل
ايوه ست امل، سلام عليكم. الو سلام عليكم. ازيك يا فندم؟ السلام عليكم. ازيك يا شيخ؟ في نعمه والله يا ست امل. لا ده حضرتك يعني كينج بتاع التلفزيون وحياه ربنا. الله يبارك فيك يا بنت، الله يصلحك. وحياه ربنا وحياه، يعني مش عارفه اقول لحضرتك ايه، انا بنتي لسه متصله نور. ربنا يخليها لك. فرحانين وسعداء جدا واحنا بنتفرج على حضرتك. ربنا يخليها لك يا بنتي، ربنا يخليها لك. ربنا يخليك. وحماتي كمان يعني مش قادره اقول لك يعني ربنا يخليها لك بحضرتك. انا فرحان بيك والله يا بنتي، والله فرحان بيك. يعني احنا بسعاده، حتى انا اول مره اتصل اصلا باي حد. يا رب ما تكونش اخر مره والله، فده شرف ليا وحياه ربنا. ده شرف لينا كلنا انا وزمالي والله يا بنتي. ربنا يخليكوا، وبدعي يا رب كده لمصر يا رب. يا رب يا رب يا رب كده، ويتبقى النصر كده لينا حاجه تفرحنا. يعني احنا احنا يا بنتي بقى لنا مده ما اتبسطناش وما ضحكناش، فنفسنا نفرح والله. وبعدين ما اضحكش عليكي، دي الكره دي فسحه الفقير بس كده، واحنا غلابه بس كده. حضرتك جبت المفيد، بس عايزين نفرح بقى. عاوزين يا رب يا رب ينصرنا، يا رب يا رب، يا رب ينصرنا. بس ادعوا كده لمصر والنبي. والله بندعي للوطن العربي كله رب يتصلح حاله اولا، واحنا ناخد الكاس يا رب. او النبي او النبي يا رب. ربنا حالك يا شيف والله. ربنا يقبل بخاطرك يا بنتي، ربنا يقبل بخاطرك. اشكرك يا فندم على اتصال حضرتك. شعبنا متفائل، الناس مبسوطه فرحانه، ان شاء الله هنكسب، ان شاء الله هنجيب نتيجه. شغال بقى على الاخر خلاص، يعني ان شاء الله ان شاء الله. بس ندعي من جوانا من قلبنا كده لمصر ان تطلع ان شاء الله للنهائي. وادي نجريسكو بتاعتنا اهي، اللي جالنا اتصال كتير جدا عليها وطنشناها. جالنا اتصال كتير جدا عن نجريسكو وطنشناها. يبقى احنا النهارده عملنا حضراتكم 3 اطباق يا رب يعجبوا حضراتكم. عملنا الكسكسي بالفراخ بشكل جديد مش زي كل مره. عملنا النجريسكو برضو، ما سلقناش الفراخ وما قطعناش الجلد وطلعنا العظم وقعدنا نليس ده كويس والقصص كلها. عملناها بالصدور وقطعناها حلو وخدناها سوتيه مع المشروم. وبعد كده عملنا السجق بالفلفل برضو، ان شاء الله هيعجبكم ان شاء الله باذن الله. ده حاضر يا فندم، يعني كده ولا كده؟ كده؟ حاضر. بس هناخد مساحة كبيرة. رأيك ان احنا بنصور؟ احنا هنصور فيها مش عارف ايه. الله عليك الله عليك. اهو. كده عايز اشكر عمي ابراهيم وكل زمايلي في الاستوديو. نشوفكم على خير ان شاء الله. السلام عليكم.